الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استوقفني في الأيام الفارطة تعليق ديال أحد الإخوان وهو يتساءل واش هاد الشيء وقع في تهلا. أجابه الأخ هاد الشيء ما وقع شيء في تهلا، وقع في نواحي الصويرة. لعل الإخوة فهموا أن الأمر يتعلق بالحادث الجلل اللي وقع في الصويرة. بالمناسبة نترحم على الشهداء، شهداء الفقر، وأجيب أنا الإخوة الأخ للتساؤل ديالو وأقول له أو دير هذاك الشيء اللي وقع في الصويرة راه ممكن يوقع حتى في تهلا. لأنه أذكر ولا أنسى في إحدى سنوات الجفاف الفارطة وأنا مار بالقرب من أحد التجار اللي مكلف بتفريق ديال داك الدقيق المدعم، شاهدت واحد المشهد اللي ما عمرني غادي ننساه صراحة، ما عمرني غادي ننساه. واحد المشهد ديال تدافع الناس والتسابق ديال الناس وواحد اللهفة ديال الناس من أجل نيل داك الكيس ديال الدقيق المدعم، واحد التزاحم، واحد صراحة أنا أول حاجة تبادر إلى ذهني هو داك المسألة ديال عام البون اللي كيحكيو الأجداد ديالنا كيفاش المعاناة وكيفاش مع المستعمر وكيفاش وصلوا لذاك الحالة وكيفاش إلى آخره. فما وقع في الصويرة أيها الإخوة والأخوات راه ممكن يوقع حتى في تهلا. لذا فأنا درت اليوم هذا الفيديو ماشي باش نقترح، باش نقول واحد الرأي ديالي، مجرد رأي، رأي بسيط جدا. الرأي ديالي صلب الموضوع، صلب الموضوع أيها الإخوة والأخوات، ما بين تهلا وما بين بوفكران كاين هناك واحد الأراضي خصبة جدا، أراضي رائعة صراحة، أراضي انتم كتشوفوا معنا الجودة ديال هاد الأراضي هذه، لكنها مع الأسف الشديد أراضي انتم ما كاين ما يدار حيت الجفاف، حيت توالي سنوات الجفاف الناس ولات كتعجز صراحة، الزرع ولات كتعجز. إن الإنسان كيخسر العام الأول ويعاود يخسر العام الثاني ويعاود يولي يخسر العام الثالث، فكيوقع عنده واحد كيعجز الإنسان. فاللي بغيت نقول انا هذه الاراضي هي المسؤولين والناس اللي كيعنيهم الامر، احنا غادي نوجه لهم ميساج ونتمناو يسمعوا لنا، وحتى لما سمعوا لنا هاد الناس هادو حنا نتمناو الناس ديال تالا والناس الغيورين المجتمع المدني، الناس تنوض تهضر وتحاول تناضل في هاد الجانب هذا. انتم كاين واحد القادوس كبير ديال الماء داز من هنايا جاي من السد ديال بابلوطه، وكاين واحد السد هنايا السد ديال ادريس الاول، هو راه قريب من مدينه تهلا، راه ما يمكنش شي مسافه كبيره. وكاين هنا واحد التصفيه المعلومه، وما هي في الحق في حق الامر لا تصفيه ولا والو، هي مجرد تلوث، هي تساهم في التلوث ديال واحد الواد ديال زردنار، ديجا حنا هضرنا عليه ودرنا عليه واحد الفيديو. فهاد التصفيه لو انه تولي فعلا تصفي ذاك الماء هذاك، وهذاك الماء هذاك يولي تستغل في الري هنايا في هاد الاراضي هذه، تعطى لعباد الله هنايا المياه يبداو يسقيو، ولا غادي يجيبوا لنا المياه من السد ديال ادريس الاول اللي هو قريب، يجيبوا لنا المياه لهنايا، ولا غادي يجيبوا لنا المياه من سد بابلوطه. انتم ها الاراضي هي موجوده. في يوم من الايام جلاله الملك تساءل وقال اين الثروه، فنحن بدورنا نتساءل ونقول اين الثروه. فالجواب أنا كمواطن مغربي ولد الشعب بسيط، الجواب هو هنا. الثروة ما كتجيش من فراغ، الثروة تخلق، وباش نخلقوا الثروة احنا نحاول اقتراح يعني مشاريع اللي تساهم في تحسين الدخل ديال المواطن ديال الشعب البسيط. انتم عطيو لنا سيدي الماء ونخدموا حنايا، الناس اللي عندهم الاراضي غادي يستافدوا، اللي ما عندهمش الاراضي غادي يخدموا بكتافهم،
ولا المدينه غادي تروج. انتم المدينه ديال تالا اي ابروكسيميتي كما كتشوفوا مدينه سميتو لا يعني لا الجميع غادي يستافد، اليد العامله غادي تتحرك واللي عنده الارض غادي يتحرك وعباد الله غادي تبقى واحد الحركه واحد سوف تخلق واحد الثروه، الناس غادي القدره الشرائيه ديالهم غادي تزاد وبالتالي الجميع غادي يستافد. ايوا هذا ميساج هو حتى هو من الميساجات ها هو، حنا كنحاولوا نبلغوا الله يهدي الجميع وصف. اخوان والاخوات اللي عجبكم الفيديو حاولوا ديروا اللايك وحاولوا تابونيو معنا في القناه ديالنا وحاولوا تشجعونا باش ننتج مزيدا من الفيديوهات الهادفه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.